مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة سعد الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء. أكيد في كيف ما معودين لكم في قناة شوف تي في، فاحنا كل نهار كنديروا جولة بمدينة الدار البيضاء كنشوفوا الأجواء كي دايرة، وخصوصا يوم الجمعة، وجمعة مباركة عليكم. وكذلك كنطرح واحد الموضوع من المواضيع اللي كنحاول نتناقش معكم فيه. بالنسبة للموضوع اليوم اللي اختاريت هو ماشي أي مرأة ممكن أنها تقبله، كاين المرأة اللي ممكن أنها تقبل التعدد، وكاين المرأة اللي ما يمكنش أنها تقبل بطبيعة الحال. هذا كيبقى على حسب الاختيار الشخصي ديال كل امرأة. انا غنحاول نقرا التعليقات ديالكم، والسؤال اللي غنطرح لكم هو واش نتوما مع او ضد التعدد مع ارتفاع نسبه العنوسه. اول تعليق هو الجامعي عز الدين، قال لك ما بقاوش بنت الناس بنات الناس. عز الدين انا غنقول لك بانه ما يمكنش اننا نعمو ونقولوا كل شيء خايب، الناس فيه الخايب وفيه الزوين. عز الدين كذلك كتب لي قليل اللي بغات المعقول، ترى الرجاله كاينين قلال اللي بغاو المعقول. ام دعاء قالت لك انا ضد التعدد، كل واحد غيقول لي ضد التعدد غيقول لي علاش، وكل واحد غيقول لي انا مع التعدد يقول لي علاش. عز الدين قال لك انا مع التعدد، خاصنا نعرفوا بعدا اولا ان التعدد عنده الشروط ديالو. التعدد ماشي ما عندكش الامكانيات انك باش تعدل بين جوج في المصاريف ديالهم في كل شيء. غنخليو المشاعر ما غنهضروش عليهم، ولكن انا غنهضر على الامكانيات بعدا هي الاولى. ما يمكنش انك تزوج وحده وجوج ولا ثلاثه ولا كل واحد وهذاك الراي الشخصي ديالو، وانت ما عندكش الامكانيات باش تعيشهم. بن ساهل قالك خاص التعدد يكون اجباري، علاش سميتو هذا بن ساهل، علاش غيكون اجباري؟ حاول انك تشرح لينا باش نقرا التعليق ديالك، والناس هي تشاركك الراي ديالك. حاج حميد كنشوف كاع الرجاله هنا كاع اللي دخلوا عندي تقريبا كلهم رجاله مع التعدد الاكثريه. سكينه الرباطي قالت لك راه ضد. توريا قالت لك ضد لان الرجال ما يقدروش الا ما كانش عندهم الامكانيات. كيف قلت انا احنا كنفصلوا بين المشاعر ونفصلوا بين الامكانيات. الراجل كمشاعر راه ما يمكنش يعدل بين جوج وثلاثه، مستحيل، لان ديال المشاعر ديالو كتمشي لوحده. الامكانيات اكيد الا كانت عنده دار وحده ما فهمتش، يعني خاصو يكون على الاقل ميسور الا بغى يدير التعدد. حيتاش ما كتبقاش الثقه بين زوجهم من جهه اخرى المصاريف. كيم يونا حاولي تشرحي لنا الراي ديالك اختي باش نحاول نقوله. وحده وصعيبه في هذا الوقت الفجر قالك وحده وصعيبه هذا الوقت. ام دعاء قالت لك حيت التعدد غادي يكونوا فيه المشاكل، وهذا ضروري راه ما كايناش شي مراه غتبغي تجي عليها ضره، وتاديك الثانيه كتقبل الا لظروف كيكون عندها ظروف معينه. لان ما يمكنش شي مراه كتبغي راجل يتشرك يعني يتشركوا معاه واحد اخر، مستحيل. هذه غريزه انسانيه في اي مراه، طبيعه انسانيه في اي مراه، ما يمكنش انها تقبل ان الزوج ديالها تشركوا معاها مراه اخرى. هادشي على حسب اللي كنعرف انا. ساره قالت لك راه ما قادرين على حتى وحده، قال اليوم غير جوج. شكرا سارة على التعليق ديالك، وصباحكم مبروك وجمعة مباركة. كنبغيو يحكموا على الرجال والله الا تزوجنا في هذا، انا خدام وعندي ما ندير بشي وحده كاع نهائيا. اصيل قال لك يعني هو خدام وكل شيء، ولكن ما باغيش يتزوج كاع نهائيا، لا وحده ولا جوج. يونس قال لك ولاد الناس قلالو بزاف، كما قلت في التعليق السابق البنت، بان ما خصناش نعمو الناس لا بالنسبه للبنات ولا بالنسبه للرجال. ناس طوب وحجر، كاين الخايب وكاين الزوين، ولكن حنا الموضوع اللي كنتكلموا عليه اليوم هو التعدد مع ارتفاع نسبه العنوسه بالنسبه للنساء بطبيعه الحال. لان دابا المراه ولات كتخدم وهي اللي كتشري الدار وهي اللي كتشي يعني لاباطوم، كتقول لك انا ما بقيتش محتاجه راجل، هذا هو دابا التفكير. وكتوصل لواحد لاج ما كيبقاش عندها يعني ما كتبقاش مطلوبه في كيف ما كنقولوا في سوق الزواج. هادشي اللي كاين. محمد الحران
محمد قال لك كاينه، حاول تشرح لنا اخويا محمد. محمد الوردي اول واحد كيطلع عندي في التعليقات، عنده جوج عيالات. اول سؤال غنسولك بعدا هو واش قاد بهم يعني في الامكانيات، هما متفاهمين مع بعضياتهم؟ اذا كانت الامكانيات الماديه، حبيب فضيلي قال لك اذا كانت الامكانيات الماديه متوفره يمكن ان يكون التعدد. الله يسهل عليك. الا كيف قلت الا كنتي غتقدر تعدل بيناتهم و يعني بلاتي هي احسن، وكل وحده يعني ما خاصها حتى شي حاجه، الله يسهل عليك. لان هذا كيف ما كنقول في الاول وفي الاخر هذا حلال الله سبحانه وتعالى، ما يمكنش نحرمه حنايا. كيبقى غير المراه اللي كتجي عندها يعني اللي كتجي عليها الضره هي اللي كيبقى عليها الحق واش توافق ولا ما توافقش. كاينه المراه اللي كتقول لك انا ما عنديش مشكل تجي عندي الضره وكتعيش وكتعايش مع الوضعيه، كتبقى حريه شخصيه. وكاينه الاخرى اللي كتقول لك لا، لان كل واحد وحريته الشخصيه، وكل واحد ما يمكنش يتحمل فوق طاقته كيف ما كنقول. راه التعدد كاين اللي قال عليه الشرع طربعه. اجديك انا جاوبت وقلت لك بان حنا ما غنحرموش نوق الله سبحانه وتعالى، ولكن كيبقى اختيار. ملي كيجيب المره الثانيه خاصني نقولها المره الاولى، نشوف واش المره الاولى باغا ولا ما باغاش. بغات مرحبا، ما بغاتش كيف ما كنقولوا كيطلقها ويبقى مع المره الثانيه، ولكن خاص المره الاولى تعلم باش هي يبقى عندها حريه الاختيار. محمد قال لك اختي اذا كان الامكانيات يمكن يكون تعدد، ولكن المراه يجب ان تتقبل الدين وشروطه. راني قلت الراي يا محمد، لان بزاف ديال الناس في التعليقات قالوا لي نفس التعليق ديالك وانا جاوبتهم. اذا كانت الامكانيات انك دير تعدد راه كيف ما قلت هذا حلال الله سبحانه وتعالى، ولكن خاصك تعلم المره الاولى واش غتقبل ولا ما غتقبلش. هذا هو الاساس، لان هذيك المره الاولى هي عندها مشاعر، هي انسانه، هي كتحس يعني اكيد الا جات على الضره هي كيبقى عندها حريه الاختيار واش بغات تكمل معاك ولا ما تكملش معاك. يعني بزاف قبل زواجي وجمعتهم جمعه مباركه اخويا محمد. محمد الوردي نفس الشخص قال لي عادي انا مزوج جوج عادي، واش قد بهم يعني امكانيا، واش يعني واش مرتاحين، مرتاح انت في الحياه ديالك؟ هذا هو السؤال. ما لقيت لك التعدد حقا شرعا ايها الرجال، توكلوا على الله عليكم بالتعدد لا تخافوا. هذه ملك كتبت لي بحال هكا في التعليق، التعدد قالت حقا شرعا ايها الرجال توكلوا على الله عليكم بالتعدد لا تخاف. وما قد تعلى وحده عاد يزيد عليه الثانيه. بالنسبه اللي يتزوج حتى بعشرة حيث اللي عايشه انا تعيشو اللي عايشه انا تعيشو الثانيه. شكرا ام مراد وصباحكم مبروك. كيف ما هضرت في الاول وقلت بان التعدد كيف ما قلت في الاول التعدد هو حلال الله سبحانه وتعالى، ما يمكن ليناش اننا نقولوا لا وهذا وهذا. الراجل من حقه انه يتزوج وحده وزوج وثلاثه اربعه، هذاك الشرع طهلي. الاشكاليه فين كاينه؟ فاش كنجي نتزوج مره ثانيه خاصني نعلم المره الاولى هي اللي هي تماك فين كاين المشكل. بغات تكمل معايا مرحبا، ما بغاتش تكمل كتبقى ديك حريه شخصيه ديالها. ملاك قالت لكم يقولون وراء كل رجل عظيم امراه، فما بالكم لو وراءه اربعه. عبد العزيز قالك التعدد على حسب الظروف الماديه والاجتماعيه لكل شخص. متابعي قناه شوف تي في كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر، والله يحفظ علينا الباس. جمعه مباركه عليكم، كانت معكم سهام من قناه شوف تي في، الى اللقاء.